أنا مواليدة الشهيد علي الدنستاني وزوجة المعتقل المظلوم إبراهيم الدنستاني ومن عالي الأمرين ذهاب ابني علي وعدم وجود الكفيل أو الأب الروحي إلى العائلة. فنكون تصورون بنتي ولدي عايشين على ذكرى الشهيد أخوهم وعايشين على الحاجة إلى وجود أب بجانبهم. فأتمنى من كل الشعب وكل المناضلين يتابعون ويطالبون بإرجاع المساجين. ما أطلب بس زوجي، جميع المساجين المظلومين حتى تتحقق العدالة للجميع. والله يفك إن شاء الله الأسرة ويصبر أهالي الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.